السلام عليكم البنات ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا جميعا، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف اللي ضم كاع القناة ديالي. كنقول ليه أهلا وسهلا بك البنات. اليوم غنقدم أنا وياكم واحد الدجاج اللي كنت غسلته أنا وياكم عاد الفيديو اللي فات. المهم طريقة بسيطة 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 البنات، وكيجي بنين وزوين زوين زوين. يلا البنات بالصحة والراحة وفرجة ممتعة. يلا هالبنات ندوزو للمقادير ان شاء الله. بسم الله. عندي البنات هنا الدجاجه، الطنجره ديالي ديال النصيب هنايا البنات، بصله كبيره وبصله صغيره حمراء اللي عندكم نتوما. انا عند هذاك اللي لقيت عندي داك جوج درتهم، دائما كنخدمو على حسب اللي عندنا في دارنا. غنخليو هذه على جنب. دابا نشرب له الدجاج البنات. عندي هنايا هذاك ضامه ديال الزعفران، شويه ديال الابزار، سكنجبير محكوك طري، واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال الموطاغ. هنايا البنات الثومه والمعدنوس دقيتهم كما تشوفوا. دابا نبداو ان شاء الله. بسم الله. نشد هنايا البنات، نفلحوا شويه باش تدخل ليا فيه البنات الملحه. الله لاحظتوا راه ما غنديرهاش لان الدجاج مرقد في الملحه والهريسه مالحه ولا موطغط مالح، يعني حتى نذوقوا البنات ونشوفوا واش كافينا داك الشيء، يعني ما نزيدوش الملحه. الا لقينا مسوس صافي كنوليو نزيدوا ليه كما قلت لكم، يعني بلا ما نديروا الملحه معاه. دابا صافي بسم الله نبداو في الشرموله ديال الدجاج ديالنا. انا دقيتو البنات بحال هكا في المهراز، نتوما اللي بغيتو يعني بغيتو تطحنوه كطحنوه، بغيتو تدقوه بحال اللي درت انا الثومه والمعدنوس كديروها اللي بغيتو، دائما على حسب الخاطر البنات. كل مره والعقل اش كيقول. صافي غنزيد هاد الابزار، سكنجبير، هاد اي قاصحه يا بنات. غير جربوا هاد المذاق ديال الموطاط والهريسه، ثقوا بيا البنات كتعطيه واحد للدجاج زوينه بزاف، انا متاكده غتعجبكم. دائما تكون متقرزيز. بسم الله. دابا غادي نحاول نخلط كاع هادشي اللي عندي هنايا الشرموله. نتمنى تكون كتبان لكم البنات. صافي وغنبدا نقادها في الدجاجه ديالي. غنحاول داك الفلاح اللي فلحته البنات ندخل فيهم كاع هاد الشرموله هادي. الدجاج راكم شفتوه كي غسلته انا وياكم، واللي درت ليه مازال الثاني الغسيل الثاني، يعني ملي كنشدوه من الثلاجه ملي كيكون مرقد ولا بد كنبداو نغسلوه مزيان البنات. عندنا واحد الريح يا لطيف. دابا غنحاول البنات ندخلو الشرموله هنا لداخل. البنات نتوما الا بغيتو تعمروه مثلا بالروز او شعريه او شي حاجه كيتقال ليكم، انايا بغيت نخليه غير هكا معكازه البنات ما فيا ما نخدم. ماشي الا معكازه البنات الوقت ما عنديش، والله ما عندي الوقت بالله، راه دايره مرونه ديال بصح هاد الايامات هادي، كنحاول غير ندير شي حاجه بزربه ونوض، وهادي النيت ما غاداش تشد ليا الوقت، هذاك الشيء علاش قلت نصوبها. يعني كنحاولوا البنات ندخلوا لها الشرموله مزيان في جميع القنوت بين هاد الجلود هادو هكا باش كتبان لي لنا داك الدجاجه وكتجي زوينه. كتسمعوا الدنيا كتهز، والله العظيم الا الدنيا كتهز. دابا غنحاول ندير الثقوب البنات. نتوما اللي عندكم الخيط كيمكن لكم تشدوه غير بالخيط، انا غادي نحاول ندير ليه ثقوب باش نوحل في هاد الكراوع.
داكشي اش قلت لكم داك النهار خليته بحال هكا. ها هادي ندوزو للثانيه. نتمنى تكون الطريقه كتبان لكم البنات، كلشي كيزهق خصنا نضربو معاها. هانتوما شفتوه، صافي ها هي تقادات. نتمنى تكون كتبان لكم البنات. هذاك الشيء اش قلت لكم، تبغيو تغسلوه بحال هذا اللي غتحمروه، تخليو ليه داك القنت في الجناب باش تلقاو كيفاش ديروا ليه. نتوما كما قلت لكم قال الخيط كيكون اسهل. ها نتوما صافي البنات، دابا شرملت الدجاجه ديالي، غنحاول نديرها بس ديها بحال هكا هنايا. وهاد الشرموله اكيد ما غاداش نلوحها، غنخليها هنايا حتى نولي نشلل داك شويه الماء اللي غادا نزيد في الطنجره ديالي، غادا ندير فيه نشلل به نغسل به هاد الشرموله هادي باش نولي نخويها فوق هاد الدجاج هذا. البنات خليكم معايا نغسل يديا من هاد الروينه ونتلاقاو. صافي البنات هنا جمعت داك الروينه، دابا غنزيد شويه ديال زيت العود على الطنجره ديالي، الطنجره على الدجاج. البنات ما ديوش عفاكم على المصطلحات اللي كنطق بهم. صافي دابا غنرجع التقلى البنات، ومن بعد الكبده والزيتون وداك التخربيق انا صافي نحضرهم انا وياكم اللي غنزيدو في البنات. صافي الدجاجه ديالي طابت، هانتوما كتشوفوا انا درتها في الفران، غندهنها بالزبده. دابا هنايا المرقه ديالي اللي نتوما كتشوفوا، غنزيد ليها هاد الزيتون هذا والكبده ديال الدجاج، وغنديرها البنات نمر مزيان حتى توقف المريقه ديالنا ونطلقاو. انا غندهنها البنات الدجاجه بالزبده، نتوما غدهنوا باش ما بغيتوا، بغيتوا تدهنوا غير بالفلفله الحمراء والزيت او بالصفار البيضاء اللي بغيتوا. يلا البنات نطلقوا حتى وجدي ان شاء الله. صافي البنات الدجاجه ديالي ها هي طابت وتجبدات من الفران، نتوما كتشوفوا البنات هذيك المريقه ديالنا حتى وقفات. انا البنات قدمتها بحال هكا، نتوما البنات كيمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتوا كتقدموا، التقديم دائما كيبقى على حساب البنات. انا درت طبق صغير هنا، عندي بحال هكذا وصافي يا البنات. هذا هو الغديوه ديالي، وكنقول لكم بالصحه والراحه كما قلت لكم انا حطيت عادي، يعني ما درتي حتى شي تزيين لي عادي. يلا البنات كنقول لكم مع السلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء، وشكرا لكم بزاف.